حصاد 4 سنوات من العمل كأعضاء هيئة تدريسية مساعدة. يخشى خريجو جامعة عدن أن تحرق سنوات جهودهم، كما أقبل بعضهم على إحراق شهائدهم مؤخرا أمام بوابة رئاسة الجامعة في العاصمة المؤقتة. نناشد الأخ فخامة رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء أحمد عبيد من دغر للتسريع في موضوع توظيفنا، كون هذا يعتبر أقل الحقوق التي ممكن نحصل عليها بعد سنوات من الكد والجهد والتعب. قرار التعيين الذي أصدر منذ 4 أعوام ما زال معلقا، لذا يعتصمون هنا للمطالبة بسرعة تنفيذه، فالظروف المعيشية لم تعد تحتمل تكاليف التدريس والدوام دون أي تقدير يذكر. لنا 4 سنين على ما تخرجنا، على أساس نحن منتظرين، تعبنا وسهرنا الليالي طيلة 4 سنوات. كان الهدف الأعظم لنا أنه تعيين كمعيد في الجامعة، لكن للأسف السنة تلو الأخرى تلو الأخرى وما فيش أي تحرك، مع أن طرقنا كل الأبواب إلا أن الأبواب جميعها أوصدت أمامنا. ما يقارب 10 أيام وهم ينددون بهتافات موحدة يطالبون من رئيس الوزراء ورئيس جامعة عدن بإعادة النظر إليهم واتخاذ الإجراءات الكاملة بحق إصدار قرار التعيين المالي والإداري. مقارنة ببقية الجامعات، يطالب هؤلاء الخريجين من جامعة عدن تسويتهم ببقية زملائهم الذي تم تعيينهم وإصدار قرار التعيين العالق منذ 4 أعوام. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.